حاجتين بيحددوا مسار الاشعه جوه العين، هو القرنيه اللي هو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه قرنيه. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظاره. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامان في عمليه تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعه. ابيض اس 2 فيجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النضاره، فسيب لي انا اختار لك يناسبك ايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعيه الامريكيه لاصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشوره دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعيه الاوروبيه. اهلا بكم، اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز القيمه الادبيه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عساف. اهلا بك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا. منور الناس الحلوه. ده بوجود الناس الحلوه. الله يخليك. النهارده اليوم جميل، والنهارده للناس هيبقى فيه ناس حلوه كتيره. منوره يا هلا. منوره يا دكتور. خليني اسالك الاول، لانه النهارده يوم مهم ويوم شديد الاثاره، وفي حاله مهمه جدا، والحاله متعلقه بمرض سمي مرض الشباب هو القرنيه المخروطيه. فانا عايز افكر الناس بس يعني باختصار، يعني لانه الحاله هتتحدث مروه النهارده هتكون معانا، ما هي القرنيه المخروطيه؟ زي ما قلنا قبل كده، قلت القرنيه المخروطيه بيبقى نتيجه تمدد في انسجه القرنيه. انسجه القرنيه اللي هو الجزء الشفاف الخارجي من العين بيبقى ضعيف عند بعض الناس. ايه السبب؟ بيبقى عامل وراثيه، لكن ما فيش حاجه معينه ممكن يكون الشخص بيعملها تؤدي الى الضعف ده. بس اخر الابحاث بتقول ان فرك الايد او الصباع في العين باستمرار نتيجه حساسيه او ما شابه ليه علاقه بالقرنيه المخروطيه، انه بيضعف الانسجه بتاعت القرنيه. لما الانسجه دي بتكون ضعيفه بيحصل لها تمدد، فتتمدد بدل ما يبقى واخده شكل المدور ده بتاخد ساعات شكل المخروط او الامع، عشان كده سموها القرنيه المخروطيه. غالبا بتظهر في سن الشباب زي ما حضرتك تفضلت وقلت، عن سن 18 سنه. في ناس بيبقوا جايين قلقانين يكون حد في العيله عنده قرنيه مخروطيه، ويجيبوا اطفالهم عندهم 10 سنين او 8 سنين يقول لي النبي شوف لي اذا كان ده عنده قرنيه مخروطيه ولا لا. عاده ما بيبانش في الاطفال الصغيرين، لازم في سن البلوغ 15 16 17 سنه ممكن اعراض القرنيه المخروطيه تظهر، وممكن ما تظهرش، ممكن ما يبقاش في حاجه. يعني مش شرط ان في حد من الاسره او العيله عنده قرنيه مخروطيه، او الاخوات يكون معظم الاخوات او كل الاخوات بعد كده عندهم قرنيه مخروطيه. اوكي. حاله اللي هنشوفها دلوقتي حاله انا شخصيا شايفها او اثرت فيا بشكل شخصي جدا، هي حاله مروه. مروه بنت ست، سيده مصريه صغيره السن في مقتبل حياتها، فوجئت انها ما بتشوفش بشكل كويس وكان عندها قرنيه مخروطيه. حقيقه من الحالات المثيره جدا، فتعالوا نفتكر مع بعض، لانها خدت منا كثير من التركيز، واعتقد انها خدت منا كثير من الجهد، وكانت المفاجاه مفرحه للغايه. فتعالوا نشوف مروه كانت بتقول ايه. اسمي مروه محمد، عندي 27 سنه، ربه منزل. مشكلتي ابتدت في اول الجواز لما ابتديت اقف في المطبخ كتير، السخونيه بتاعت الاكل والبخار بتاع الطبيخ وكده، ابتدت بقى عينيا تحمر وتدمع كتير. كنت ماشيه في الشارع وماما جايه في وشي كده، وانا مش واخده بالي خالص منها، فهي عماله تشاور لي وانا مش شايفاها. فبعد كده بصيت لقيتها جت، راحت قالت لي انت مش شايفاني؟ دلوقتي لو مثلا لا قدر الله رحت مثلا لدكتور ومثلا يعني غلط في عيني ولا كده، ده نظر مش اي حاجه تاني، يعني الغلطه ما فيش بعد كده. دكتور احمد، الحاله اثرت فينا جدا، عشنا معاها، اهتمينا بيها، لكن واضح انها كانت درجه ما من درجات القرنيه المخروطيه. يعني انا افتكر كلمتك كانت واضحه جدا، الحاله دي لازم نبدا نعالجها فورا. بالظبط. هو مشكله القرنيه المخروطيه ان النظر بيضعف وبيستمر في الضعف على مدار شهور او سنين، بيستمر في الضعف كل شويه بصوره قد تكون يعني مش سريعه قوي،
لكن المريض بيلاحظ ان هو نظره بيضعف، وممكن الاول في اول مراحل من قرنيه مخروطيه يعمل نظاره يبقى شايف بيها كويس ويبقى مبسوط بيها، بعد 4-5 شهور يكتشف ان النظاره اللي لسه عاملها ما بقتش مريحاه، وده مش طبيعي في الناس اللي هم عدوا سن 18 سنه. يعني هي في الفيديو مروا قالت ان عندها حاجه 20 سنه 27 سنه على ما اتذكر. فعاده النظر المفروض بيكون ثابت في المرحله دي، حتى لو نظرها ضعيف بتعمل نظاره فالمفروض خلاص تبقى، يعني لو هنغير النظاره او مقاس النظاره بنغيره كل سنه او سنتين، يبقى تغييرات طفيفه جدا، لكن توصل ان النظاره بتلبسها ما تبقاش شايفه بيها كويس، ولما تبقى مش شايفه بالنظاره كويس وتعمل نظاره جديده تكتشف ان هي مش شايفه بيها كويس، فتروح في الاخر تسيب النظاره خالص، لان هي النظاره فعلا لا تقدم ولا تاخر حاجه في درجات القرنيه المخروطيه المتقدمه. فهي مروة يعني عندها درجه متقدمه من القرنيه المخروطيه، كانت القرنيه الدرجه الثالثه في عين ودرجه الثانيه في عين، هي 4 درجات تقريبا. هي لها كذا تصنيف لكن يعني اتفق ان احنا بنصنفها الى 4 درجات. الدرجة الاولى بيبقى فيها كمية استجماتيزم قليل فممكن يتصلح بنظارة، ممكن يلبس عدسة لاصقة ساعات. الدرجة التانية بيبقى الاستجماتيزم قص النظر بيزيد اكتر لدرجة ان النظارة ما بتصلحش او ما بتديش ما بتساعدش المريض ان هو يشوف كويس. المرحلة الاخيرة او الدرجة الرابعة بيبقى فيه سحابات على القرنية، وللاسف احنا بننصح دايما ان اي شخص عنده قرنيه مخروطيه ياريت يحاول يجد اي مخرج او وسيله لعلاج القرنيه المخروطيه والتوقيف تدهور النظر المستمر علشان ما يوصلش للمرحله الرابعه، لان دي علاجها ان احنا هنشيل القرنيه خالص ونحط قرنيه من شخص تاني متوفي في عينه، اللي هي زراعه القرنيه. بالظبط، ودي ليه قصه تانيه طويله قوي، والنظر ما بيتحسنش بسرعه وبياخد فتره طويله. فاحنا بنقول للسادة يعني اذا كان اي حد من السادة المشاهدين يعرف حد عنده قرنية مخروطية ينصحه ان هو يتوجه بسرعة ويشوف علاج بسرعة. القرنية المخروطية عاملة زي ما يكون واحد سايق عربية بدون فرامل وهو نازل على منزل، فخلاص مفيش كنترول. فاحنا دلوقتي يعني لو ساب نفسه هيبقى فيها مشكلة، فاحنا لازم نوقف العربية دي وبعدين نرجعها تاني على الطريق. فده من غير فرامل، فاحنا بنقول ان هو خلي بالك انت سايق عربيه بدون فرامل معناها ان الموضوع نهايته سيئه جدا. أوكي. فطبعا دي من الحالات القليله جدا ان احنا بنقول للمريض بسرعه تدخل، ولذلك كان في اليوم التالي هذا الحدث اللي هتشوفوه دلوقتي. تعال نشوف مع بعض. طبعا احداث مثيره حصلت، يعني احنا عايزين برضو نفسر شويه الاحداث اللي احنا شفناهم دول. هو الدرجه اللي هي عند مروه من طول العلاج ان احنا بنركب دعامات في القرنيه على شكل حلقه، ساعات بنقول عليها حلقات ساعات بنقول عليها دعامات. هي فكرتها ان هي بتعيد وضع القرنيه الى شكلها شبه طبيعي، مش هتبقى طبيعي 100%، فبتدعم الانسجه الرخوه بتاعت القرنيه وتحاول تحافظ عليها الى الشكل الطبيعي وتحسن الى حد ما النظر. ودايما بنحب نوضح نقطه مهمه جدا، ان الحلقات دي هي عباره عن زي حلقات بلاستيك، كنا الاول بندخلها بطريقه مانيوال او يدوي
او ميكانيكال، يعني طريقه ميكانيكيه بحته، ان احنا بنعمل نفق في القرنيه وندخل في الدعامات دي. طبعا كانت نسبه لفظ القرنيه لهذه الدعامات كانت عاليه، لان الدعامات دي اولا واخيرا تعتبر جسم غير، يعني جسم خارجي، فالقرنيه ممكن تلفظها. الجديد في الفيمتو ليزر ان نقدر نعمل النفق ده بالفيمتو ليزر في سمك او في عمق معين، صعب جدا احنا نحدده بايدينا او بعينينا المجرده. بيساعدنا الفيمتو ليزر ان احنا نعمل النفق ده في عمق معين، وبالتالي نسبه لفظ القرنيه لهذه الدعامات بتقل تماما. فده الجديد في الموضوع. فاحنا ركبنا الدعامات بالفيمتو ليزر، وبننبه دايما المريض ان الهدف مش ان هو يقلع النظاره، الهدف ان هو نقدر نعمله نظاره يشوف بيها، لان المرحله اللي كانت فيها مروه ان مفيش نظاره بتخليها تشوف كويس، يعني هي كانت متقبله فكره ان تلبس نظاره. احنا هنا مش رفاهيه الليزك عايزين نقلع النظاره ونمشي في الشارع من غير نظاره، لا، احنا هنا بنقول بس احنا عايزين نشوف كويس بنظاره، بعدسات، من غير نظاره، مهم نشوف كويس. فكانت الهدف ان احنا نحسن النظر بحيث نعرف نعمل لها نظر. ده الفكرة العملية باختصار شديد. اسمح لنا ان احنا نستضيف مريضتك مرة، ده شيء سعيد بعد طبعا. فاصل قصير جدا جدا، منطقة مهمة في الحوار ان تنضم لنا. انا شخصيا متشوق ان انا استمع لمرة وهي بتحكي لي عن هذه التجربة الهامة جدا لاول مرة في برنامج اعلامي على القنوات الناطقة بالعربية. اعتقد ان مريضة قرنية مخروطية تحدث عن هذا المرض. فأنا طبعا بشكر ضيفنا العزيز أنه يتح لنا هذه الفرصة النادرة، وأعتقد أنتوا كمان هتستمتعوا بهذا الحوار، لأن في كل بيت ممكن جدا تكون هذه القنبلة الموقوتة موجودة. خليكم معانا، تروح في حتة تانية. طلع مفيش قصر نظر ولا طول نظر ولا استجماتيزم، فمصفر أصفار أصفار أصفار، ده معناها أن هو حد بصار عالية جدا. ماما جاية في وشي كده ومش شايفاها، فحاجه غريبه بقى وصدمتني. ما لما جت بقى قربت مني قوي بتقول لي انت مش شايفاني، انا عماله اقول لك انت مش شايفاني. الدعامات دي بتصلح النظر لكن مش هتثبت القرنيه المخروطيه. في لحظه معينه الواحد بيحتاج فيها نظره قوي وبيلاقي نفسه مش محتاج، مش لاقيه. عامله ايه دلوقتي؟ تمام في اي مشاكل؟ طيب ممكن تسمحي لي بس نبص عليكي كده شويه نشوف الاخبار ايه؟ تعبتي بعد العمليه؟ طيب الحمد لله. السلام عليكم. الحلقه انا هوريها لك دلوقتي عشان تشوفيها في عينيكي. ممتاز سيد، ممتاز. عايز تشوف الحلقات بتاعتك؟ اه ايه دي العين اللي هنا الشمال، وهذيك العين اليمين اهي، دي العين اليمين. طيب نشوف بقى كده اهوت النظر اخباره ايه. عربي كده لو سمحت. العلامه دي مفتوحه فين؟ شمال. اللي فوق مفتوحه فين؟ فوق. واللي في النص؟ يمين. واللي تحت؟ شمال. في العلامه اللي تحت مفتوحه فين؟ يمين. ممتاز. العلامة اللي تحت هنا مفتوحة فين؟ شمال. تحت. هي تحت بالظبط. العلامة اللي تحت هنا مفتوحة فين؟ فوق. اللي تحت خالص. اللي تحت شمال. ممتاز. هاي انت دلوقتي شايفة ما بين 6.9 6.6، وده أحسن ما احنا متوقعين. واخد بالك؟ هنشوف من غير نظارة برضه كده اهوت. العلامة دي مفتوحة فين؟ فوق. ودي مفتوحة فين؟ شمال. ودي مفتوحة فين؟ يمين. لا بص لها كويس. هاي ودي مفتوحة فين؟ دي شمال. لا يمين. عليك نور. تمام. تقدري تقولي دي مفتوحة فين؟ صعبة شوية معلش. دي فوق. ايوه ممتاز. هاي اوكي. نشوف بس حاجة كمان الأخيرة. عايزين دلوقتي نشوف اللي هي التشوهات البصرية اللي عندك، أخبارها إيه؟ إن أنت كنت مشكلتك
القرنيه المخروطيه بتخلي الرؤيه كمان مشوشه تماما، مش مجرد انت مش شايفه بس، لا انت شايفه الدنيا مشوشه. انا هو كانت مطلعه صفار كلها. الناحيه الثانيه فيها شويه حاجات بسيطه، تهنيكي كده بعد اذنك. على السلام. زي الفل. في اي مشاكل دلوقتي حاسه بيها بالليل؟ الرؤيه اخبارها ايه؟ في شويه زعلانه مثلا بالليل من الحين لاخر كده بتشوفيها؟ اهم حاجه التشوهات البصريه اللي عندك بقت قليله جدا، ما بقاش عندنا في مشكله خالص، وفي نفس الوقت ما شاء الله يعني احنا قاريين اعلى من التوقعات بتاعتنا. انا توقعاتي كان انت هتحتاجي نظاره بعد العمليه. ربنا كرمنا انا وانت محتاجه نظاره كمان بعد العمليه، لان بصي هنا اهوت انت عندك نقطه النظر بتاعك صفر صفر صفر، مفيش حاجه خالص، العين اليمين والعين الشمال حاجات بسيطه جدا مش محتاجه تلبسي لها نظاره، زائد ثلاث ارباع يعني حاجات ما تستاهلش خالص انت تلبسي نظاره. قولي لي انت اخبارك ايه دلوقتي؟ بتتعرفي تتعاملي في البيت كويس؟ تمام الحمد لله. طب احنا هنبتدي نعمل العلاج بالتدريج شويه شويه، وعايز اشوفك ان شاء الله كمان شهرين باذن الله. اتفقنا؟ الحمد لله على السلامه. الحقيقة أنا استمتعت بهذا اللقاء طبعا دكتور أحمد، يعني أنا استمتعت بهذا الحوار الجميل. أهلا بيك يا مروة، منورانا. أنا عرفت إن مروة 100% لما طلعت في عندنا عتبة كده ورا الستيج دوت، عتبة محدش بيشوفها وأنا نفسي ساعات بخبط فيها وبقع وبتاع، فمروة ما شاء الله راحت طالعة، فأنا قلت تمسك الخشب بقى عشان ما نحسدش والكلام زي ده. لكن إيه يعني إيه 0-0-0 يا دكتور أحمد؟ ده اللي بيقيس كمان إذا كان في طول نظر أو في استجماتيزم، ف بيقيس ثلاث قياسات، فكل قياس مطلع مفيش لا طول نظر ولا قصر نظر يعني صفر، مفيش استجماتيزم صفر برضه، وراح اقيس القياس الثاني برضه مفيش لا طول نظر ولا قصر نظر ولا استجماتيزم، وراح اقيس القياس الثالث في نفس العين برضه طالع مفيش قصر نظر ولا طول نظر ولا استجماتيزم، فمصفر اصفار اصفار اصفار، ده معناها ان هو حد ابصار عاليه جدا يعني. كانها زيرو. كانها عامله ليزك، بس طبعا انا زي العربيه زيرو، ما يجي يقول لك العداد صفر مصفر مصفر يعني ما مشيتش حاجه. بس انا باكد ان ده فوق توقعاتنا الحمد لله، طبعا ربنا كرمنا فوق توقعاتنا بصراحه. انا كنت متوقع ان هي تلبس نظاره، تحتاج تلبس نظاره، يعني مش محتاجه تلبس نظاره لغايه هذه اللحظه. اوكي معلش مروه بقى، انا هسالك بطريقه يعني ايه كلينيكيه، او انا طبعا المريض دايما بنساله في الاعراض في الشكل العرضي، لانه ما بيعرفش تفاصيل ايه اللي حصل بالظبط، من الصعب لانه الموضوع صعب جدا. حتى هاله قالت لي لا انا عايز اسمع بقى القرارات المخروطيه دي، ما اعرفش عنها حاجه، فيعني عايز اركز كده واستوعب براحتي كده. لكن حتى في تعبير هاله كان لفتت نظرها حاجه في التقرير وهي بتقص واثرت فيها جدا. هلا انت قلت لي ايه على نظرها؟ انه انت بتقولي ان انت كنت بتعدي الشارع وما شفتيش مامتك، كانت الناحيه الثانيه وما شفتيهاش. عايز اعرف احساسك كان ايه ساعتها؟ لا احساسي كان يعني ما اقولكيش، يعني ماما جايه في وشي كده ومش شايفاها، فحاجه غريبه بقى وصدمتني. ما لما جت بقى قربت مني قوي بتقول لي انت مش شايفاني، انا عماله اقول لك انت مش شايفاني، فدي بصراحه كانت صدمه كبيره قوي بالنسبه لي، يعني ان انا وصلت خلاص، يعني وصلت للمرحله دي ان انا مش ما بقتش اشوف يعني للدرجه دي. ده اللي خلاك تقرري خلاص انك هتعملي العمليه؟ قررت بقى ان انا اعمل العمليه وكده، بعد بقى يعني اقناع بقى من خلاص، يعني الطب اتقدم دلوقتي وفي ليزر وفي كده، وبعد محاولات يعني كده، فالحمد لله يعني قررت بقى ان انا اعمل العمليه. طيب مروه ايه اللي حصل بالتدريج؟ يعني انت بدات تلاحظي امتى انه نظرك فعلا بدا يتاثر غير هذه لانه دايما في تاخر النظر في لحظه معينه الواحد بيحتاج فيها نظره قوي وبيلاقي نفسه مش محتاج مش لاقيه، يعني زي بالظبط كده مثلا بتعدي الشارع زي ما انت قلتي الحدث بتاع والدتك في الشارع، لكن اكيد انت لاحظتي على نفسك حاجات. ايوه لاحظت بقى، ابتدى معايا ان انا ما بقتش اشوف الاول من بعيد، يعني حد يكون جاي عليا من بعيد ما بقتش اشوف كويس، وانا واقفه في المطبخ مثلا ما بقتش اعرف يعني امارس الشغل البيت بطريقه كويسه يعني على طول وكده. ازاي دي؟ يعني وانا واقفه بطبخ وكده البخار كان بيطلع على عيني، كان بيوجعها، كانت عيني بتحمر،
فده طبعا كان بيأثر عليا جامد يعني. فسرتيه على انه اي حاجه؟ اه فسرته ان هو على التهابات مثلا في العين، حبه التهابات كده. عادي يعني. تمام، ده اول حاجه. بس بعد كده بقى ابتدت بقى المعاناه بتزيد اكتر، ما بقتش اعرف انام بالليل منها، بقت بتوجعني، بقت تحمر، وابتديت بقى ان انا طبعا ادعك فيها وكده، وما بقتش طبعا يعني، بقت سببت لي بقى مشكله جامده ان انا بقيت كمان ما بقتش اعرف انام منها. تمام، دخلتي عملتي العمليه، احنا شفنا العمليه بقى. قعدتي في قد ايه في الوقت العمليه؟ خدتش يعني 10 دقائق كده. 10 دقائق تقريبا. وشرحت لك الدكتور احمد شرح لك العمليه بالتفصيل ساعتها؟ ايوه، قال لي احنا هنعمل زرع حلقات وكده. انا طبعا كنت متوتره وخايفه، الدكتور طمني قال لي ما تخافيش، التوتر اللي انت فيه ده كله مش هيجي على وقت العمليه، وطمني بصراحه وكده، قال لي مش هتحسي الا لو احنا بنقول لك خلاص انت خلصتي العمليه. كويس. وده وعد مني ان انت مش هتحسي الا انت هنقول لك ان انت مخلصه، خلصتي يعني كده العمليه. عدت العمليه، اتزرعت، ايه اللي حصل بعد العمليه؟ رجعت في نفس اليوم البيت، ريحت شويه، وبعد كده بقى قمت بقى اتفرجت على التلفزيون، اتعاملت بقى عادي خالص من نفس يوم العمليه. شفتي بقى التلفزيون كويس؟ شفت بقى التلفزيون، شفت شريط الاخبار اللي تحت بقى بوضوح، ما كنتش بعرف اقرا اللي تحت ده، ما كنتش بعرف اشوفه خالص، لما كنت باجي اقرا بالريموت ما كنتش بعرف اشوف القناه لو انا واقفه قدام التلفزيون قوي. دلوقتي الحمد لله في نفس اليوم بقيت اقرا شريط الاخبار اللي تحت، وده بالنسبه لي كان شيء يعني اثر فيا جامد، ان انا يعني في نفس اليوم كده ما كنتش متوقعه ان العمليه يكون ليها في نفس اليوم كده، يعني التاثير بتاعها يبان في نفس اليوم. قلت يعني بعد اسبوع احس بقى بالفرق، لكن في نفس اليوم احس بفرق، فهو ده بقى ايه يعني، الحمد لله يعني حسيت بقى فرق في نفس اليوم. ما قريتش شريط الاخبار اللي تحت، بقيت اقلب التلفزيون من بعيد. ابتديت بقى ان انا كده يعني يوم عن يوم بقى يعني بقى ابتدت بقى ايه، خلاص بقى حسيت بقى بفرق جامد وكده. ايه الحاجه اللي حسيتي بيها الفرق قوي؟ يعني إيه غير شريط التلفزيون؟ شريط التلفزيون بين لك القصص وكل حاجه. أيوة. ايه الحاجات بقى اللي انت ذهلتي؟ الله الله. أيوة. طبعا وانا واقفه في المطبخ بقى ما بقتش عيني تحمر، ولا بقيت كده، بقيت اشوف طبيعي، بقيت وانا انزل في اي وقت، الاول ما كنتش بعرف انزل في اي وقت، اخرج بالليل طبعا ده كان استحاله خالص ان انا اخرج بالليل، دلوقتي بقيت انزل في اي وقت، بقيت اديت بقى حاجاتي كلها، بقيت اشوف كويس كده يعني الحمد لله. انت بعديه الشارع دلوقتي شايفه العربيات كويس؟ طبعا الحمد لله. ما فيش حد بقى لا ما بقتش اعتمد على حد بقى خلاص، بقيت انزل لوحدي. تعتمد على حد؟ ايوه طبعا، لازم لو نزلت بالليل لازم اخد حد معايا. ولما تيجي تعدي الشارع؟ ايوه لازم حد يكون معايا بالليل. لازم تعدي يعديك الشارع، يعني لو حد مثلا استند وما طلعش ما عديش، لكن لما تيجي تعدي ما بنزلش. خلاص ما بنزلش. لا ما بنزلش. النتيجه الرائعه دي ايه اللي ساعد في انها تنجح؟ هل فهمته؟ رقم واحد طبعا اكيد الفيمتو، ليزر بيساعد طبعا، بيدينا نتائج كويسه. درجه القرنيه المخروطيه ده بناكد ان في درجات معينه بنعرف نعالجها بسهوله، ولما تكون متقدمه اكتر بيبقى العلاج بيبقى اصعب. فدي رقم اتنين. رقم ثلاثه ده قبل اي حاجه طبعا توفيق ربنا، يعني بقول يمكن في الفيديو كان باين، انا باكد تاني ان احنا ما كناش متوقعين ان هي توصل 6-6. طريقه وصفها لتحسن النظر وسرعه تحسن النظر اكتر من كنت انا متوقعه، وانا كنت قايل لها ان احنا هنعمل العمليه هيبقى في شويه زغلله بعد العمليه، هنقعد اسبوع اسبوعين، وبعدين بعد كده هنعمل نظاره علشان تشوفي كويس. هي شافت كويس من اول يوم، يوم العمليه نفسها بتقول انا شفت التلفزيون وشفت شريط الاخبار، فطبعا ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. فده اهم يعني فاكتور او اهم عامل في نجاح العمليه. من اكبر مكاسبنا التي حققتها في الاعلام الطبي طوال، من اكبر المكاسب انا بكتبها دايما في مذكراتي، هو ان انا استطعت ان اقنعك ان انت تظهر في الاعلام. ده في حد ذاته ده مكسب ليا. ده حاجه انا بشهد، ده شرف لينا وشرف ليا وجودي في وسطكم هنا في وسط الناس الحلوه. ده شرف لينا احنا ان اسم كبير زيك يكون موجود. يعني اسم انا اعرفه من 20 سنه يعني، ده في حد ذاته. لكن عايزك تسجل الحته دي عليا، انه من اول ما عملنا برامج طبيه في 2005 وبدات النقاشات الطبيه النظريه، كان املنا كبير جدا ان احنا في يوم من الايام نقدر نكون مجتمعيين، نكون قريبين من المجتمع، نكون قريبين من الناس. فمروه النهارده اتاحت لنا هذه الفرصه بوجودها معانا، وانت اتاحت لنا هذه الفرصه بهذا الحماس الجبار. ويا مروه انا اقول لك على حاجه، انا اللي بشكرك النهارده انك انت فرحتيني، انا بقى انا فرحان قوي وهفضل فرحان لفتره طويله جدا، واعتقد ان في ناس كتير فرحانه بيك النهارده، والناس اللي فرحانه بيك هي الناس الحلوه،
والناس اللي مش واخده بالها او بتتفرج مش حاسه باي احساس بالنسبه لها صفر عليها انها ترجع نفسها عشان تكون من الناس الحلوه. لان النهارده احنا قدرنا نحط ايدينا او رجلينا على اول خطوه في الطريق الصحيح لفكره برنامج مجتمعي، فكره برنامج بيحس بمشاكل الناس، بيعيش بمشاكل الناس، وربما يساهم بشكل او باخر في ان هو يحسن هذه المشاكل. هي دي الناس الحلوه وهي دي مروه، وانتوا نورتونا النهارده. شكرا يا هلا. نورتنا يا دكتور. شكرا. ميرسي يا مروه جدا، وميرسي يا دكتور احمد. وخليكم دايما مع الناس الحلوه. لا زالت للاسف اجراء عمليات التجميل بعد عمليات السمنه المفرطه لم تلاقي نفس القبول والنجاح اللي لاقته عمليات التكميم والتحويل المسار وغيره. سيتبادر لدينا البعض ان طالع ابيع فكره ان احنا الافضل. انا مش ببيع فكره ان احنا الافضل، ببيع فكره ان احنا الاسوأ. احنا جميعا الاسوأ. واحنا داخلين مش بنخاطر بالعيان ولا باسمنا ولا بسمعتنا ولا بضميرنا ولا نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام يوم القيامه يقول لي انت ليه عملت في عينك كده؟ عشان تكسب اكتر تحسب لها اربع عمليات، احسب لها اربع عمليات. هل احنا في حاجه لذلك نعرض حياه انسان للخطر؟